مهمه جدا سريعه عشان الوقت بيخلص معاك بسرعه. قرعه كاس العالم، فخر انك موجود مع الريال، مع السيتي، مع البايرن، ممكن تكون في مواجهه مع ميسي في اللقاء الافتتاحي انتر انتر ميامي. ميامي. شايف القرعه ازاي؟ وتتوقعاتك مين ممكن يكون مع الاهلي في المجموعه؟ طبعا يعني بشكرك يعني لحضرتك انفردت على بالخبر ده، والقرعه صعبه طبعا. الاهلي في التصنيف الثالث، التصنيف الثالث عشان اعتبارات بالنسبه للفيفا، القوه بتاعه دوري الابطال، وبرضه على فكره هم حاطين اعتبار شويه لبطل اللي هو ليبرتادوريس، وطبعا على فكره المكافاه يا جماعه 23 مليون يعني الفايز بياخد 23 مليون يورو، دوري بالظبط الابطال اللي بيكسب بياخد 4 مليون يورو، بالظبط 4 مليون دولار كمان. بص الفرق، الفرق بالنسبه للناس دي بتاخد عوائد ماليه. فطبعا احنا محتمل نروح في مواجهه ريال مدريد، مواجهه مان سيتي، ده بالنسبه للتصنيف الاول. التصنيف الثاني دورتموند مثلا موجود برضو من الفرق، تشيلسي، تشيلسي يوفنتوس. بالظبط، احنا عندنا فرق قويه جدا. التصنيف الرابع انتر ميامي، ممكن ربما يعني واجهه ميسي وفرقه هتبقى صعبه جدا، لكن اتمنى يكون برضه فلومينيسي مثلا، احنا ممكن نواجه فلومينيسي البرازيلي في التصنيف الاول، دي ممكن من اسهل الفرق التصنيف الاول. ثاني سالزبورج تقريبا تصنيف في تاني. التصنيف الثاني، والتصنيف الرابع يبقى مثلا اهي اوكلاند القرعه اهي سيتي على الشاشه، الفيفا اعلنها النهارده بالظبط. بشكل رسمي تاكيدا اللي احنا اعلناه بالامس. فاحنا لو اقوى فريق طبعا انت بتتكلم على يعني السيتي دلوقتي حاليا، او مش حاليا بصراحه بس بالنسبه للقوه الله اعلم بقى هيكمل ايه يقع الموسم معاك ده. فرقتين من اوروبا ولا فرقه من اوروبا وفرقه امريكا الجنوبيه؟ يعني هم يعني بالنسبه للفرقه هو حسب اللوائح ايه، هو اللائحه هتبقى اوروبا الاولى عادي، لكن اوروبا امريكا الجنوبيه ما ينفعش يقرر فرقتين في نفس المجموعه. بالظبط. لا هو ممكن يعني اتمنى طبعا ما يكونش في فرقتين من اوروبا، يعني تبقى فرقه من اوروبا وفرقه امريكا الجنوبيه، عشان ما نقعش في فرقتين من اوروبا، حرام بصراحه. هنبقى مع ان احنا ممكن نقول احنا ممكن نطمع بمواجهات يعني عالميه، لكن احنا عندنا طموح ان طبعا بيصعد الثاني يعني أكيد. اول وثاني، فانت يعني بالورق والقلم انت عندك فرصه في الثاني، تمام. فاحنا ما نتمناش احنا نواجه فرقتين من اوروبا يعني. وقتنا يجري معاك بسرعة، وأنت كان عندك كذا توبيك نتكلم فيه، بس معلش نعوض ده في الأسابيع اللي جاية. بس ان شاء هناخد الله المشاركات، احنا طرحنا سؤال مهم جدا سألناه لأحمد قيشي، وبرضه سألناه لكل السادة المشاهدين قبل بداية البرنامج. توقعاتك لمجموعة الأهلي بعد ما تم الكشف عن تصنيف الأندية بالنسبة لقرعة يوم الخميس اللي هتقام بإذن الله في مدينة ميامي بولاية فلوريدا. تعال نشوف مع بعض كده تعليقات الناس على السؤال اللي طرحناه. أمير بيقول الريفر، سالزبورج، الاهلي، ميامي، انتر ميامي، ماشي. الريفر مش سهل برضه على فكره. طبعا فلومينينسي، الانتر، الاهلي، العين، ماشي. حلو. الهلال مش هيكون مع الاهلي، لان الاهلي والهلال في التصنيف الثالث. استاذ محمود بيقول مساء الخير عليك يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك، تحياتي لشخصك الكريم. توقعي لمجموعه الاهلي، الاهلي مع بايرن ميونخ وتشيلسي والعين الاماراتي. ليه كده طيب؟ يا راجل ماشي اوكي. حازم بيقول ريفر بليت الارجنتيني، بروسيا دورتموند الالماني، الاهلي المصري، باتشوكا المكسيكي. هي قرعه ناريه كده كده. امجد بيقول باريس سان جيرمان، بنفيكا، والاهلي، واوكلاند سيتي. اول مواجهه مع اوكلاند معقول. سيتي دي حلوه قوي. حسام بيقول بالميراس، اتلتيكو مدريد، الاهلي، باتشوكا. اوكي مواجهه الاتلتي ماشي. محمد الشحات بيقول الاهلي، اتلتيكو مدريد، فلومينينسي، واوكلاند سيتي. وكنت اتوقع فريق عربي بدل فلومينينسي او اوكلاند سيتي. لا صعب فريق عربي، لان العين موجود مع نفس او الهلال موجود مع العين في الاهلي الرابع، العين في الرابع بالظبط. سيف بيقول الاهلي، السيتي، بورتو، اوكلاند. والله يا جماعه يعني ربنا يستر نشوف مجموعه ايجابيه وجيده وتساعد وتساهم الاهلي في التاهل باذن الله للادوار التاليه. ابو حميد انا بشكرك، شكرا نورتني استاذ محمد، وشرفتني. انا دايما مبسوط معاكم ومع جمهور النادي الاهلي يعني.